مرحبا، يعطيكم العافية. اليوم رح يكون موضوعنا عن الوحمات الدموية لدى الأطفال. طبعاً موضوع الوحمات الدموية هو موضوع كبير جداً ومعقد، لكن اليوم رح نحاول نحكي عن أهم المعلومات اللي لازم نعرفها. أول إشي، إيش تعريف الوحمة الدموية؟ الوحمة الدموية هي عبارة عن تشوه خلقي في الأوعية الدموية بيكون داخل الجسم، قد تكون على سطح الجلد أو في داخل الجسم. عادة هذا النوع من الوحمات إلها تطور طبيعي أو مراحل معينة بتمر فيها، يعني في أغلب الأطفال ما بتكون موجودة عند الولادة أو بيكون في عنا احمرار خفيف في مكان ظهور الوحمة. بعد أسبوعين لست أسابيع ببلش مرحلة نمو هاي الوحمة، بمعنى أنه بيزيد الاحمرار وبتصير مرتفعة أكثر عن سطح الجلد وبيبلش يكبر الحجم. بيستمر طور النمو هذا في أول 6 لـ 7 شهور، بعدين بتدخل في مرحلة الثبات. هاي مرحلة الثبات ممكن تضل لعمر 1 لـ 2 سنين من حياة الطفل، وبعدين بتدخل بمرحلة التقلص التدريجي، بمعنى أنه ببلش يصغر الحجم ويقل الاحمرار الموجود في الوحمة. هاي المعلومة مهمة كتير أنه نعرفها، أنه الوحمات بصير لها ضمور تدريجي، عشان الأهل يعرفوا أنه إذا كان في عنا وحمات موجودة في أماكن غير ظاهرة من الجسم مثل الكتف أو البطن، أنه ما بتستدعي العلاج وفقط تستدعي المراقبة الطبية المستمرة وما بتحتاج لأي تدخل جراحي أو علاجي. من أكثر المضاعفات المحتمل حدوثها في الوحمات هي حدوث نزيف أو التهاب بكتيري أو تقرحات في الوحمات، وغالباً هاي المضاعفات بيكون احتمال حدوثها أكبر في الوحمات الموجودة في مناطق معينة من الجسم مثل مناطق التناسلية أو منطقة حول العين أو الفم أو عند الأنف. وفي حال حدوث أي من هاي المضاعفات يتوجب مراجعة الطبيب المختص للمتابعة والعلاج. هل تتطلب الوحمات عناية طبية خاصة؟ مثل ما حكينا سابقاً أنه أغلب الوحمات بيصير فيها ضمور تدريجي مع العمر، فأغلب الأطفال فقط بيحتاجوا متابعة طبية دورية من قبل الطبيب المختص، لكن في بعض الحالات القليلة بيحتاجوا إلى رعاية خاصة، خصوصاً إذا كانت الوحمات في منطقة حول العين خصوصاً على الجفن العلوي، لأنه في مرحلة النمو ممكن تأثر على مجال الإبصار لدى الطفل وبالتالي بتحتاج إلى علاج. من أنواع الوحمات كمان تحتاج إلى متابعة خاصة هي الوحمات تظهر حول الفم، وذلك لاحتمال حدوث تقرحات أو إنها تعيق عملية التغذية لدى الطفل. ومن الوحمات اللي بتحتاج لعناية خاصة هي الوحمات الكبيرة أو اللي بتزايد حجمها بشكل سريع، وذلك لاحتمال إنها تترك ندبات عند الطفل أو تشوهات بعد ما تطيب هاي الوحمة. بدنا نحكي شوي عن العلاجات اللي ممكن نستخدمها لعلاج الوحمات. من العلاجات الشائعة والمثبتة علمياً وفعالة وآمنة في علاج الوحمات هو نوع من أنواع العلاجات بسمى إنديرال، وهو في الأصل يستخدم في علاج ضغط الدم المرتفع، ولكن مع الدراسات لاحظوا أنه ممكن يساعد على تقلص الأوعية الدموية في الوحمات. هذا النوع من العلاجات هو علاج آمن، ولكن لا يجب أن يعطى تحت مراقبة طبيب الأطفال، لأنه من الأعراض الجانبية لهذا الدواء أنه ممكن يعمل هبوط في مستوى ضغط الدم أو مستوى السكر في الدم لدى الطفل. من العلاجات الأخرى المستخدمة في علاج الوحمات هو حقن الكورتيزون في أنسجة الوحمة، خاصة إذا كانت الوحمة localized أو موجودة في مكان معين فقط. من العلاجات الأخرى المثبتة علمياً في علاج الوحمة هو العلاج بالليزر مثل البي دي ال ليزر أو البرويلو ليزر، وهي أنواع من الليزر مخصصة لعلاج الأوعية الدموية المتوسعة في الأطفال. أما العلاج الجراحي فنلجأ له عادة بعد حدوث ضمور ذاتي للوحمة، ويكون الهدف منه تجميلي فقط لعلاج الندب التي تتركها الوحمة، ولكن أحيانا نضطر أن نلجأ للعلاج الجراحي في مراحل أولية من علاج الوحمة، خاصة في الوحمات اللي بتظهر حول العين أو الفم أو الأنف، أو إذا كانت الوحمة لا تستجيب للعلاجات الأخرى. وبهيك منكون وصلنا لنهاية فقرتنا اليوم اللي تحدثنا فيها عن علاج الوحمات الدموية، ونتمنى السلامة والصحة للجميع.